غسان يكيدي نائب رئيس الجمعية المغربية للتعلم الرقمي. اليوم بحول الله ننظم الدورة التكوينية الأولى حول إنتاج الحقيبة التربوية الرقمية من تأثير الأستاذ الصديق همام سلاوي. هذه الدورة كتندرج ضمن الأنشطة السنوية اللي كتبرمجها الجمعية المغربية للتعلم الرقمي، وفي هذا الإطار هذا تتحاول الجمعية أنها تنفتح بالخصوص على هيئة التدريس والأطر الإدارية والتربوية العاملة خصوصا بإقليم قلعة سراغنة من أجل تطوير كفايات الأساتذة في البرامج الرقمية وفي الأمور المتعلقة بالجوانب التربوية الرقمية بالخصوص. وكنشتغلوا كذلك في إطار مجموعة من المشاريع إن شاء الله اللي غادي يتم بالورطه في المستقبل القريب، على أساس أننا نلامس واحد الفئة اللي هي فئة التلاميذ من خلال مجموعة من البرامج اللي كتسهر عليها الوزارة في إطار برنامج جيني، بحكم أن مجموعة من الإخوة الأعضاء الجمعية هم في نفس الوقت يمثلون الموسيقية الإقليمية لبرنامج جيني بالمديرية الإقليمية قلعة سراغنة. وكنتمنى من الله تعالى أنه هذه الدورة أو دورات الأخرى تنال استحسان السادة الأساتذة وجميع الأطر العاملة بإقليم قلعة سراغنة. وشكرا. ياك ما نزيدك شي حاجة؟ أهداف ديال الجمعية ولا؟ نتحدث لك على الجمعية؟ وبلاتي نعاود نسترجعوا شي شويه الاهداف. الهدف هو هادشي اللي قلنا. حنا حيت جمعيه حديثه العهد يلاه تاسسنا. طيب صافي شنو بنتك شي حاجه بغات تديها كاضافات؟ مش مشكل. دو الجامع بالالتفاف. طيب واخا يلاه سير سجل. حيت انا غادي ديك لولين ديال الجمعيه ونديرو التليفون اللي بغيتو. المعلومات الفيديو اللي بغيت تصل لكم هذيك الساعه مزيان بلا ما تبقاو مزيان مزيان ضاربوا كل مره. اللي بغى تقول لي سير أيه. الفيديو لا صافي واخا صافي. الجمعية المغربية للتعلم الرقمي هي جمعية حديثة العهد، تأسست في السنة الماضية 2016، وحنا تنهدفوا بالخصوص إلى محو الأمية الرقمية من جهة، ومسايرة الركب والتطور الذي تعرفه سواء المنظومة التربوية أو المنظومة المجتمع المدني. وحنا من هذا المنبر نوجه يعني رسالة لجميع الفاعلين في هذا الميدان سواء في الميدان التربوي أو الميدان التكنولوجي، من اجل تكاثف الجهود ومن اجل يعني استثمار الطاقات البشريه المتواجده بالاقليم من اجل النهوض بهذا القطاع ومن اجل تطوير المنظومه التربويه الرقميه في اقليم قلعه سراغنه.